أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية والمفصلة من قناة الغد المشرق. أكد سفير اليمن في تركيا محمد صالح طريق في اتصال هاتفي مع قناة الغد المشرق وفاة يمنيين اثنين بعد العثور عليهما تحت الأنقاض. وكشف السفير بأن المواطنين هما حمدي الغزالي وزوجته، وعثر عليهما بعد انتشالهما مساء أمس من تحت الأنقاض. وأضاف السفير أنه يجري العمل لنقل جثمانيهما إلى اليمن. وفي السياق أوضح السفير اليمني في تركيا أنه ما زال هناك 5 مفقودين في صفوف الجالية بتركيا، منهم 4 أشخاص من عائلة واحدة، فيما عثر على مواطنة يمنية ناجية، ولا يزال البحث جار عن الآخرين. تسببت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا بحالة من القلق في العالم عموما واليمن خاصة، بسبب تخوفها من حدوث هزات ارتدادية تؤثر على السكان والبلاد. بعد الزلزال القوي والمدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وأعقبه مئات الهزات الارتدادية. الهزات الأرضية المتتالية تسببت في الآونة الأخيرة بحالة من القلق والهلع في أوساط الناس، وخاصة في الدول التي تقع في مناطق نشاط زلزالي مباشر مثل بلاد الشام ومصر ودول المغرب العربي. ولم يكن اليمن يوما بعيدا عن مخاطر الهزات الأرضية، فجغرافيا يطل اليمن على خط الزلزال الدائم، ولعل زلزال ذمار عام 82 خير دليل على ذلك. ولم تتكرر مثل هذه الكوارث في البلاد مرة أخرى، لكن خبراء الجغرافيا وعلوم الجيولوجيا يؤكدون أن اليمن لم يكن يوما بمنأى عن الهزات الأرضية التي يعيشها بشكل شبه يومي لأسباب تتعلق بموقعه الجغرافي. فخليج عدن يقع ضمن امتداد الخط الزلزالي الدائم، وما لا يعلمه الكثيرون أن الخليج يضرب يوميا بهزات أرضية تتراوح شدتها ما بين درجة ودرجتين على مقياس ريختر. ولعل من أسباب عدم الشعور بهذه الهزات اليومية هو حدوثها في مياه البحر. وحول إمكانية تأثر مدينة عدن واليمن عموما بتداعيات الزلازل الأخيرة في تركيا وسوريا، قال الخبراء إن اليمن يقع على خط الزلزال الدائم الممتد من جنوب شرق آسيا، ويمر بخليج عدن ثم البحر الأحمر وتفرعاته في إيران والمناطق المجاورة باعتبارها امتدادا واحدا. وأضاف الخبراء أن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها إلا قبل لحظات من حدوثها. وجهت القوات المشتركة ضربات مركزة على مواقع ميليشيات الحوثي عقب جرائم جديدة ارتكبتها بحق المدنيين في ريف حيس جنوب محافظة الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة حققت إصابات مباشرة في مواقع للميليشيات، بينها مرابط مدفعية. وكان الانقلابيون قد استهدفوا بقصف مباشر من طيران مسير منازل المواطنين. قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إن عدد الضحايا المدنيين من الألغام الأرضية والأعمال العدائية في محافظة الحديدة خلال العامين الماضيين بلغ 505 ضحايا، غالبيتهم من النساء والأطفال والمزارعين والزوار. وأوضحت البعثة الأممية أن عدد الضحايا المدنيين زاد بنسبة 160% عن العام الماضي عن عدد ضحايا الألغام الأرضية الذين سجلتهم عام 2021، والذين بلغ عددهم 111 ضحية. وتعد ميليشيات الحوثي هي الجهة الوحيدة التي تزرع ألغاما وعبوات ناسفة في البلاد. سجلت في مدينة تعز 3 حالات انتحار بين الأطفال خلال أيام فقط، الأمر الذي يعتبر ظاهرة مريبة أثارت القلق في أوساط المجتمع التعزي. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير. أطفال بعمر زهور قتلهم الواقع قبل إقدامهم على قتل أنفسهم، واقعة مريبة هزت الشارع التعزي. فعلاوة على حرب الميليشيات الحوثية، هو الموت يكمل طريقه لأطفالهم عنوة بلا سابق إنذار، ليتمثل الاحتجاج على الحرب والغضب بصورة زلزلت الوجدان. تمثلت هذه المرة على شكل انتشار ظاهرة انتحار الأطفال. المصادر المحلية أعلنت عن إقدام الطفل كريم عبد الكريم البالغ 12 ربيعا بالانتحار عن طريق لف شاش على رقبته، أدت إلى وفاته على الفور.
ليتفاجأ عقبها بساعات الشارع التعزي في ذات اليوم بانتحار الطفل الثاني عمار خالد إسماعيل البالغ 16 عاما عن طريق لف حبل على رقبته وموته بذات الطريقة في فاجعتين مريبتين أبطالها أطفال ولدوا من رحم المعاناة. وقبل هاتين الحادثتين بيوم سبقهم طفل آخر بالانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه في الحي الذي يسكنه في جوار جامع سعيد بمدينة تعز في 22 من يناير المنصرم. أما في شبوة فقد أفاد السكان المحليون في محافظة شبوة بانتحار طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ليزداد القلق بين أوساط المجتمع اليمني. وخلال إعداد هذه التقارير لم نتمكن من العثور على أي إحصاءات رسمية عن حالات الانتحار في صفوف الأطفال لعدم وجود هيئة رصد مستقلة قادرة على العمل في كل أنحاء البلاد نظرا لظروف الحرب، ولكن على نحو مستمر ترصد حالات انتحار بين الأطفال غالبا ما تكون عبر الشنق وفي بعض الحوادث القليلة عن طريق القفز من مرتفع شاهق أو إطلاق النار. المصادر الطبية النفسية تؤكد أن مؤشرات الانتحار في اليمن تظهر اتساقا مع مستوى المشاكل والضغط النفسي والاجتماعي الذي يواجهه الأطفال، حيث تتولد لديهم رغبة في الانتحار وبالتالي إضافة طريق جديد إلى الموت. شهدت جزيرة ميون إقامة العرس الجماعي لعدد من أبناء الجزيرة، وذلك بدعم سخي من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بمكرمة مقدمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لسكان جزيرة ميون، احتفل أبناء الجزيرة بإقامة العرس الجماعي ل25 عريس وعروسة من شباب وشابات الجزيرة. نشكر دولة الإمارات على ما قدمت لنا، واليوم أنا عريس طبعا إن شاء الله بإذن الله، وهذا كله يعود الفضل إلى الله ثم الإمارات والرئيس إدروس، والشكر للشيخ صالح. نشكر دولة الإمارات على الدعم جزيرة ميون، نشكر رئيس إدروس والشيخ صالح حفظه الله. وتزامنا مع حفل الزفاف الجماعي تم الانتهاء من مشروع بناء الوحدات السكنية لأبناء جزيرة ميون. قدمت عدد من هذه الوحدات السكنية لكل عريس وعروس. نشكر دولة الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، ونفرح لأولادنا الشباب الذين قاموا بتوزيع لهم هذه البيوت مجاني تهنئة من دولة الإمارات. تأتي هذه المبادرة الإماراتية ضمن جهود دعم المشاريع الاجتماعية في مختلف أنحاء الجنوب، كما تولي اهتمامها البالغ بتحسين الظروف المعيشية والإنسانية وتطوير المرافق والخدمات في عموم اليمن عبر أذرعها الإغاثية والإنسانية. لقناة الغد المشرق، عبدالله الكثيري، عدن. عقب الانتهاء من مرحلتها الأولى سلم الشيخ صالح الخزور شيخ جزيرة ميون 25 مسكنا لشباب سكان الجزيرة عقب الانتهاء من أعمال بناء المرحلة الأولى من المدينة السكنية والبالغة 140 وحدة سكنية والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة دعما لسكان جزيرة ميون. لم تقف عطايا أبناء زايد الخير عند حد معين، بل ولم تشكل تلك البحار عائقا لوصول يد الخير لأبناء جزيرة ميون التي تتوسط باب المندب بمدخل البحر الأحمر لتبني تلك الأيادي البيضاء في الوقت الذي دمرت الحرب الكثير باليمن. الحمد لله نفتح اليوم المدينة السكنية المقدمة من دولة الإمارات، وهي ل 25 شباب في تاريخ 6/2/2023، وهذا بفضل الله ثم فضل دولة الإمارات والرئيس عيدروس الزويدي ومحافظ محافظ عدن حامد أحمد الملس. شكر دولة الإمارات ممثلة بربانها محمد بن زايد على دعمه السخي لجزيرة ميون من حيث دعم الشباب للزواج وهي تحتوي المرحلة الأولى، وكذلك نشكر قائد السفينة الرئيس القائد أبو القاسم عيدروس الزويدي حفظه الله ورعاه. الإمارات العربية المتحدة ضمن دعمها المتواصل للشعب اليمني بناء مدينة سكنية جديدة
لأبناء جزيرة ميون. نشكر القائد عيدروس الزبيري على دعمه السخي لهذه المديرية، وكذلك الشيخ صالح الذي رسم في وجوه الشباب الفرحة والسعادة دائما إن شاء الله. نشكر الشيخ زايد محمد بن زايد قائد دولة الإمارات على الدعم السخي لأبناء جزيرة ميون، ونشكر أيضا الأستاذ أحمد حامد اللملس محافظ محافظة عدن لما قدمه من جهود لأبناء لدعم أبناء جزيرة ميون، ونشكر الرئيس عيدروس الزبيدي، ونشكر له أيضا الشيخ صالح علي خزور. 25 وحدة سكنية من أصل 140 وحدة تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة ببنائها لأبناء الجزيرة، وتعد هذه المدينة هي أول مدينة سكنية تبنى بالجزيرة منذ مئات السنين. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، ميون. وقفت اللجنة الإدارية للمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في اجتماعها الدوري أمام جملة من القضايا التنظيمية لاستكمال هياكل النقابة القيادية والفرعية ونشاطها للمرحلة القادمة. وأكد رئيس النقابة عيدروس بحشوان على ضرورة تكاتف الجميع لإنجاز المهام التنظيمية التأسيسية لقوام وهيكل النقابة وعمل الإدارات العاملة في المكتب التنفيذي بعد أن استكملت الإجراءات القانونية. ووقف الاجتماع أمام عدد من القضايا الملحة أمام النقابة، وعلى رأسها استكمال إجراءات تأسيس مجالس فروع النقابة في المحافظات واعتماد مشروع الاستمارة الإلكترونية لطلب الترشح لعضوية النقابة. اطلع الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي والقائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلادنا سيد تشاو تشينغ والوفد المرافق له على سير النشاط الاقتصادي لميناء المكلا الاستراتيجي. وأعرب القائم بأعمال السفارة الصينية عن استعداد الصين لزيادة حجم التبادل التجاري وأمله في رؤية بعض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية في الأسواق الصينية، ومضيفا أن الصين تسعى لتفعيل اتفاقية خط الحرير الموقعة بينها وبين اليمن في العام 2009 لكونها تقع على موقع ومنفذ بحري استراتيجي هام يربط بينها وبين خط التجارة العالمية. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. حفل تكريمي لأوائل الثانوية العامة في حضرموت. أهلا بكم من جديد. نظم مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت حفلا خطابيا وتكريميا لطلاب أوائل شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. حفل خطابي وتكريمي لأوائل طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة والجمهورية. الحفل نظمه مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، وجرى خلاله تكريم 70 طالبا وطالبة من الأوائل خلال العام الدراسي الماضي. إنه لمن دواعي سرورنا وفرحنا الغامر أن نلتقي بهذه النخبة من المتميزين الذين يبعثون فينا الأمل لعهد جديد ملؤه التفاؤل ومواجهة المصاعب والمحطات العسيرة. كان التحضير لها حقيقة خلال الفترة الماضية تحضير أخذ وقت من الأخوة في المختصين وفريق العمل حتى تكون هذه الاحتفائية لائقة بتفوق طلابنا وتميزهم، وأيضا رسالة للمجتمع بأهمية العلم والتعليم، ورسالة للأسرة وللمعلم وللمجتمع أن يعطي التعليم حقه. المحافظ مبخوت بن ماضي أكد أن الاحتفاء بالمتفوقين يعني الاحتفال بمشاريع جديدة وتكريم للمتميزين الذين رسموا طريقا للنجاح تخطوا من خلاله أسباب التعثر، وشدد على أن التميز لشباب حضرموت يبعث بمزيد من الأمل بعهد جديد وبمستقبل أفضل. الخريجون بدورهم ثمنوا عطاءات المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والإدارات المدرسية. صراحة لازم
كل شخص يبذل جهده عشان يوصل للمرحلة اللي يبغاها. يعني لما تتعب توصل للي أنت تبغاه شعور وايد حلو. ونشكر حكومتنا اللي بذلت الجهد عشان تشجعنا احنا عشان نواصل رسالتنا لهذا المجتمع. طبعا شعور جميل جدا وعظيم. أهني نفسي، أهني باقي الطلاب على نجاحهم، وعقبال الباقيين أتوجه بالشكر لكل من ساهم بالتحضير لهذا الحفل. شعور اليوم صراحة شعور لا يوصف، شعور أنك تتخرج وتتم مرحلة 12 سنة من عمرك، وأهدي هذا الفرحة وهذا التخرج أولا لوالدي اللذان قدما كل الغالي والنفيس لي ليستمر في هذه العملية التعليمية بإذن الله. قيادة مكتب التربية أكدت اعتمادها لبرامج جديدة تراعي احتياج الواقع التربوي، تمثلت في اعتماد منهج الحاسوب وبرامج المهارات الحياتية لتحسين جودة مخرجات التعليم وبرنامج الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي، إضافة لإشهار جائزة المعلم المتميز الهادفة لتطوير أداء المعلمين وتعزيز مكانتهم. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. هذا ويخوض الأهلي المصري تجربة جديدة في كأس العالم للأندية حينما يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء. وبعد الخسارة في نصف النهائي بكل من النسختين الماضيتين والفوز بالميدالية البرونزية في كل منهما، يتطلع الأهلي لإنجاز أفضل في مشاركته الثالثة على التوالي والخامسة بالدور نصف النهائي في هذه البطولة العالمية. على الجانب الآخر، يسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعد صدمة الهزيمة أمام مايوركا في الدوري الإسباني وابتعاده بفارق 8 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة. ذكر تقرير إخباري أن ويلي أوربان مدافع لايبزيغ قد يغيب عن مباراة الفريق المرتقبة أمام يونيون برلين في الدوري الألماني بسبب تبرعه بخلايا جذعية. وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن أوربان يستعد لعملية التبرع وأنه ينصح بالحصول على راحة من ممارسة الرياضة لنحو 10 أيام بعد مثل هذه العمليات. وجرى تسجيل أوربان في قاعدة بيانات المركز الألماني للتبرع بنخاع العظام منذ عام 2017، وذلك بعد تسجيل فريق لايبزيغ كجزء من حملة تبرع. كسر ليبرون جيمس الرقم القياسي لعدد النقاط في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال مباراة لوس أنجلوس ليكرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وتفوق جيمس على الرقم السابق المسجل باسم كريم عبد الجبار والبالغ 38387 نقطة عندما سجل نقطتين قبل ثانية من نهاية الربع الثالث. وتوقفت المباراة الأكثر من 10 دقائق لتحية جيمس مع نزول آدم سيلفر مفوض البطولة وعبد الجبار إلى الملعب لتكريمه. ختم هذه النشرة مشاهدينا ولمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد ويدتكم، وتابعونا أيضا عبر تطبيق نبض الإخبارية. للقاء.